سنة 2010 قررت أني أكمل دراستي البكالوريوس والمدرسة والبكالوريوس. قدمت امتحان التوجيه الثانوية العامة ب 2010، انقبلت بالجامعة الأردنية كطالب هندسة كمبيوتر بكالوريوس، وخلصت بشهر 1/2016 شهادة البكالوريوس. ماجستير بلشته بشهر 10/2018، والآن أنا أوكي أستعد إني أعمل الديفنس تبع الماستر ديجري. فأكيد المنحة إنه كانت واحدة من الأشياء الممتازة اللي صارت معي بحياتي. وبالنهاية الدراسة كانت مهرب من الوضع اللي أنا فيه، لأنه بالنهاية الشخص لما بيكون عنده إعاقة راح يكون صعبة حياته. فالدراسة كانت مش كمهرب، كانت كأولوية، إنه الإنسان حتى survive this life. At the end of the day you need to fight back. لقيت إنه الدراسة هي السبب اللي ممكن تغير حياتي، بدل ما أنا أظلني عايش دائما بأفكار سلبية، لا أعمل إشي إيجابي. الآن الإنسان لما بوصل لهي المرحلة وإنه قادر يعمل أشياء كثير ممتازة أكيد ما راح يوقف. أنا مستقبلي بتمنى إنه بعد فترة إنه أكمل البي اتش دي وأتخصص أكثر، ولما أوصل لنولج معين إني أنقله للبيئة المحلية تبعتي حتى الطلاب اللي موجودين بجداد، وأفرجيهم إنه الأمور حتى لو يكون عندك تشالنجز ممكن إنك تنجح إذا أصريت على النجاح. أنا نصيحتي لأي واحد حتى لو ما كان مريض، إذا بيفكر إنه الفشل هو عبارة عن قدر، هذا غير صحيح. أنت بحاجة إنك تعطي وقت المناسب والكافي لأي شيء وراح تنجح فيه. والدليل على ذلك إني أنا حتى مع وضعي الصحي الصعب قدرت إني أنجح، لأني أنا أعطيت كل شيء حقه ولقيت المساعدة والمساندة. لما تكون أنت تشتغل بجهد راح تلاقي حد يساعدك بجهد.